لما تسأل تقول الصوفية دي جات من وين؟ والصوفية دي زمن النبي ما في، ما في حاجة اسمها تصوف زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولا زمن الصحابة. يقول لك لا لا أكانت فيه، ونحن تابعين لأهل الصفة. أول حاجة أعرف إنه أهل الصفة ما تميزوا عن الصحابة البقية بطريقة معينة في التعبد، فهمت كلامي؟ إنما أهل الصفة هم فقراء، وخلي بالك الفقر بتاعهم ما هو فقر ناتج عن التعطل عن العمل، لأنه كانوا من المهاجرين وهاجروا من مكة إلى المدينة. والإنسان يا أخوانا لو هاجر وترك ماله وترك بيته وترك أهله ومشى نزل في محل جديد، ما يعرف يشتغل وين، لسه ما يعرف يسكن وين، فده بيكون سبب الفقر مش التعطل عن العمل. لأنه الليلة الصوفية عندهم حاجة اسمها الفقر بتاع الصوفية. الفقر بتاعهم ده بتلقى واحد ماسك له سبحة وقاعد في طرف الجامع شغال بيذكر. انت مولانا برنامجك شنو؟ انت شغال شنو؟ يقول لك انا صالح. وصالح قاعد هنا ليه؟ صالح بيقعد بس في الجامع ما بيشتغل؟ انت مش عندك اهل؟ مش عندك مسؤوليه؟ يقول لك لا لا طبعا نحن الاولياء والصالحين، نحن بس ماسكين اللالوبه دي. يا اخي هو نبيك جاب الدين ده كان ماسك له اللالوبه قاعد في الجامع؟ نبيك محمد صلى الله عليه وسلم مش كان بيعمل؟ مش كان بيشتغل؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال وجعل رزقي تحت ظل رمحي، يعني الجهاد عند النبي صلى الله عليه وسلم بجاهد بالسيف، ويعتبر الجهاد احد مصادر الرزق بالنسبه للنبي عليه الصلاه والسلام، بجاهد بالسيف. وهي تلقاه ماسك له سبحه وقاعد ولا لاميها لالوبه كبيره جدا خاطيها في البيت في مخلايه شغال بيجري يتفاق الليل كله. الليل برد يا ناسو ولا لوب بدور كاسو وين ناسو لالوبه بالليل ماسكه بيجري فيها، ده ما عنده موضوع. وبالنهار قاعد ما بيشتغل. فالفقر عند الصوفيه ليس هو الفقر اللي كان عند الصحابه. الفقر عند الصحابه كان نتيجه لمن الذين هاجروا ونزلوا في المدينه ما وجدوا فرصه للعمل بعد. بعد ذاك اشتغلوا، ما في صحابي كان قاعد في الجامع بيقول انا برقد في الجامع ده والرزق بيجي، يرقد في الجامع قبله، لانه ده ما عنده علاقه مع التوكل ولا عنده علاقه مع الدين. ده مش تسعى وتعمل وتكتسب وتحتطب. كان عمر بن الخطاب بيحتطب، بينقل الحطب يعني يقطع الحطب ويجيبه ويبيع الحطب، ده عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يعمل. عشان كده اخواننا ليس من الدين التعطل، فهمتني؟ فاهل الصفه رضي الله عنهم اولا ما تميزوا عن الصحابه بانه ما الناس نعمل بيقول لك احنا ما دارين الدنيا وقاعدين هنا بس كده، لا لا لا. بعدين نسبة الصوفية لأهل الصفة غلط من ناحية لغة عربية غلط، لأنه لما انتهي تنسب لأهل الصفة بتقول صفي، ده من ناحية نسب لغوي غلط، ما بتقول صوفي. من ناحية النسب حتى انت لو قلت خلاص بجوز في اللغة تقول صوفي أو صفي أو كده بجوز. أها أهل الصفة ده ليه هم نسبوا للصفة؟ لأنهم ساكنين فيها صح؟ الساسة على الصوفي يقول أنت ساكن وين؟ يقول لك الماي قومة. وطيب صفي كيف؟ صفي ده ساكن في صفة، زي هذول يقول لك ده مدني. مدني يعني شنو؟ ساكن في المدينة صح؟ قروي يعني شنو قروي؟ ساكن في القرية. طيب صوفي ساكن وين؟ في الصفة؟ ما في الصفة، ساكن في التعويضات. سميك تعويضاتي، فهمت؟ سميك ما يقومي، لكن ما ممكن تقول له يا صفي انت ما ساكن في صفه عشان تبقى انت صفي. دي ناحيه ثانيه. ناحيه ثالثه يا اخواننا اهل الصفه ديل ما كان عندهم العقيده بتاعت الجماعه ديل. قلنا لو كان جائزا انك تقول ديل من اهل الصفه كويس، هل من عقيده اهل الصفه العقائد الموجوده في كتب الصوفيه اليوم؟ هل دي من عقيدة أهل الصفة؟ أهل الصفة منهم وأجلهم هو أبو هريرة رضي الله عنه، أجل من سكن الصفة كويس؟ منهم العرباط ابن سارية، وقيل أجل أهل الصفة وده الصحيح هو سعد
رضي الله عنه من العشر المبشرين سكن الصوفة برضو كويس. يلا هسه نسأل الناس اللي بيقولوا احنا صوفية ونحن تابعين لأهل الصوفة الصحابة ديل، نسألهم سؤال: هل سعد رضي الله عنه والعرباض بن سارية وأبو هريرة وفقراء المهاجرين هل كان عندهم العقائد تحت الصوفية دي؟ عقيدتهم زي دي؟ يعني انت كده نقول لي من السنة أو من السيرة أو من القرآن نقول لي إنه سعد رضي الله عنه في الشدائد كان بنادي القوم ما بنادي الله، يقولوا على الحين يا القوم تلحقونا في سعد ولا سعيد ولا حمزة ولا أبو هريرة ولا عائشة أي صحابي أديني بس واحد أكان في الشدائد ما بنده الله بيدعو القوم منو؟ انتوا لقاكم صحابي زي ده؟ هسه الجماعة دول عاملين فيها هو يا ريتهم لو عاملين فيها بس كويسين، لا عاملين فيها هم أولياء وصالحين والممعة ما صالح ذاته. أنت فهمت كلامي؟ الصوفية بقى عقائدهم دي؟ يقول لك نحن السادة والغوم ونحن الصالحين وكده. ما عندهم أي علاقة مع الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. الكتب دي سجلوا فرشوها قدامي دي، أنت شايفها؟ الكتب دي عبارة عن بلاء مرض. أنت عارف الكفار الآن اللي بيحاربوا الإسلام لما عرفوا إنه في دين زي ده شغال وسط المسلمين وبينتشر ما بيحاربوك بسيف ولا بيفكوا فيك طيارة واحدة ولا صاروخ واحد، بيشغلوا فيك الكتب دي بس. مش الكتب دي اشتغلت انتهى المسلمون، والله انتهوا خلاص. هو الكافر داير منك شنو بس بالضبط؟ وريني الآن جورج بوش أوباما مين أي واحد من الكفار دين داير مننا شنو بالضبط؟ ربنا قال ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون شنو سواء. ده دايرينه منك. طيب هم كفروا كيف؟ ربنا قال لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة. معنى الكلام ده شنو؟ كانوا بيعتقدوا إنه عيسى ابن مريم عليه السلام ينفع ويضر ويجلب الرزق ويدخلهم الجنة بعدين يوم القيامة. دي عقيدتهم. طيب سؤال: هل من المسلمين الليلة أو اللي بيسموا رقبتهم مسلمين من يعتقد هذا الاعتقاد ولا لا؟ في ولا ما في؟ ما بيعتقدوا في عيسى ابن مريم، بيعتقدوا في ناس ثانيين. في ولا ما في؟ راقد نفس العقيدة. النوع اللي بيجي بيقول لك أبويا الشيخ بينزل المطرة وأبويا الشيخ بيدي الجنة وينفع ويضر وينشف ريقك، ولا كان نظمت فيه بينشف ريقك وبينفخك. دي مش نفس العقيدة؟ عشان كده الكافر الليلة الكفار بيقوا بيدعموا الدين ده، وده ما دين الإسلام، دين الصوفية ما هو دين الإسلام. بيقوا بيدعموا المجموعة من الصوفية بتاعنا السودان سافروا أمريكا قبل فترة بسيطة، منهم محمد المنتصر ومنهم منو منو مجموعة مشوا أمريكا دعوهم من هناك. هسه الان في رمضان ده ثاني مشونا ليه؟ اجتماع في البيت الابيض. يعني خلاص اوباما اسلم ولا كفروا ديل؟ انا ما ادري اعرف. اجتماع في البيت الابيض بتين اتفقوا. ربنا سبحانه وتعالى قال ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. انا ادري اعرف عملوا اجتماع في البيت الابيض ومتفقين ومبسوطين من بعض. كفر هؤلاء ولا أسلم أوباما؟ بعد السؤال ده جاوب عنه براهم جاوب عن السؤال ده. يا ناس ما ممكن يهود ونصارى يتفقوا معاك إلا تكون انت معاهم في نفس العقيدة بتاعتهم. ولذلك أنا أرجع للنقطة بتاعت كلامي اللي هي أهل الصفة رضي الله عنهم وأرضاهم من الصحابة الأجلاء براء تماما وبراء من الصوفية بتاعنا الليلة دي. وشوف انت لو خدعت نفسك او غشيت نفسك بانه انت تتبع للصوفية عشان تتبع لأهل الصفة انت لعبت على رقبتك وضيعت دينك بس.
ما عندهم علاقة معهم. بعدين سؤال، أهل الصفة ذاتهم ها؟ مثلا سعد ابن أبي وقاص وعمر بن الخطاب، عمر الخطاب ما من أهل الصفة. أنا دار أعرف الفرق بيناتهم شنو، بين عمر بن الخطاب وبين سعد، شنو الفرق؟ شلال أنت تجي تقول لي لا أنا تابع لذيل وسوي لك طريقة براك ودين براك، دين ناجينه من راسهم. قال في كتابه زاهر الرياض ده بتاع العقيدة السمانية، والبلد دي أغلبها سمانية، أغلبها سمانية كويس. قال يكتب لمن به حمى، يعني ذول جاتوا حمى، بدل يمشي ودوه أقرب مركز صحي ولا مستشفى يدو حقنة فهمت، يدو أي حاجة. قال يكتب لمن به حمى أو يقروا له قرآن، ده أنا العلاج اللي بعرفه. يا ذول وديته المستشفى يا قرأت له قرآن، تاني في علاج يدعو له كويس برضو ده علاج تاني شنو. قال يكتب، تكتب له شقش شقموش نموشلخ أبو نوخ العجل الساعة 2. وطيب لو كتبت الساعة 3 كيف؟ بدها علي ولا ما بدها علي؟ يا ناس ما هوس، هسه ما هوس، هسه في شقش بعالي لدول عنده حمى، شقموش بعالي لدول عنده حمى، كما تعرف دي بلاوي. هسه ده علاقته شنو؟ شقموش نموشلخ بتعرفوا؟ طيب قلنا في جماعة قالوا تابعين ليكم وعندهم شقش وشقموش، ده الموضوع شنو؟ لو قابلت ابو هريره تاكد حيقول لك ديل ضلال، تاكد من المعلومه دي فهمت؟ يا اخي اذا كان انس او احد الصحابه رضي الله عنه عاش بعد النبي صلى الله عليه وسلم فتره من الزمان، عاش بعديه، قال لم ادرك مما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابه من امر الناس شيء، ده زمان زمان الدين كان بعافيه. قال الشيء زمن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، قال في حيات كثيرة منه ما في، وما بالك لو جو شافوا اللي بيحصل هسه ده، زول لافي بكراع واحدة بينط فوق وبطق الواطات ويجوا جماعة بيرفعوه، بدل يقولوا ده فكت منه وجنة فهمت؟ يقول لك لا لا يا أخي ده وصل، يعني أنا عشان أصل أطق الواطة ولا أسوي شنو يعني؟ لا لو ناديت لك كافر قلت له تعال في حاجة اسمها الإسلام بتعرفه؟ يقول لك ما بعرفه، يقول له هداك بيخش زول نافي الشعر اللي فوق وسخان ولابس جلابية مرقعة أي لون من جيها براو فهمت كلامي؟ ولاف كده سوره ويضرب الواطة ويرفعه تاني وشايل نسيب. لا بس لو ولادات كافر قلت له أنت عارف النبي، النبي زمان اختلف مع جدودكم الكفار الزمان في ده، قال لهم ارقصوا زي ده وابقوا وسخانين، وقالوا لهم ما بنبقى وسخانين. معقول يا اخواننا يكون النبي محمد صلى الله عليه وسلم اختلف مع الكفار زمان؟ كفار قريش اختلف معهم في ده؟ يعني هسه لو كفار قريش قال لهم تعالوا اي تعالوا في النوبه هنا هذه قاعده، لو نسوا جهل قال لهم زيدك في نوبه قال لهم هذه قاعده ندق النوبه، وبعدين في خمره زي ما قال القادري قال وخمره الذكر ها ده البرعي، قال وخمره الذكر بين القوم صافيه رقت وراقت على لون من الطاسي، قال لهم الخمره فيه زي ما بتاع طبقات وضيف الله وده قاعد. قال خليل الرومي بصفيه كمان دوالي صالح بصفيه ما بيشربها عكرانه فيها ضب وسفنجه مجدوعه جوا، لا 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 صافيه فهمت بصفيه وبيشرب. لو ابو النبي صلى الله عليه وسلم قال لابو جهل والجماعه اللي معاه خمره هذه فيه قاعده دار تدق والنوبه وكده هذه فيه النسوان وبرضه فيه فهمت كلامي؟ دايرين تندهوا اللات والعزة يا اللات ويا العزة هاي عنده هو ده توسل ما فيها حاجة توسل زي ما بيقولوا الصوفية. باقي لك أبو جهل وأبو لهب كان بيختلفوا مع النبي صلى الله عليه وسلم؟ لو قال لهم ده كله فيه ومشكلتهم شنو أنت قايل؟ مشكلتهم مع النبي صلى الله عليه وسلم شنو؟ أنت قالوا ازدروا في جنسه يعني؟ آه قالوا أصله ده ما بينفع معانا ولا جنسه، هو من أشرف العرب وهم عارفين المعلومة دي، من أشرف نسل من 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 أنساب العرب ده النبي صلى الله عليه وسلم، وأصدق زول عندهم عارفينه وأكرم زول وصادق أمين شريف كل ده عارفينه، ما عندهم مشكلة في ده. مشكلتهم جا قال لهم ما تقولوا يا اللات وما تقولوا يا العزة ها وما تلعبوا بالدين، ما تاخذوا دينكم لعبة لهوا ولعبة فهمت كلامي؟ لو جا قال لهم تنادي اللات ما في حاجة، هسه امشي اقرب صوفي بس شيخ بتاع صوفية تلقى في الجامع
فوق في المنبر طالع ولاف رقبته بشعلة خضر فهمته ومربوط في النص ومتحزم وشغال بنهر في الجماعة. أول ما ينزل يقول أبا ولا أنا بجوز أقول يا الفقراء ولا ما بجوز؟ يقول لك ما في حاجة ما توسل. قول طيب اللات ديك زمان قالوا يا اللات ما توسل برضو. وها رأيك فيهم شنو ديلك؟ ما نقدر أعرف يعني أبو جهل ما يتوسل وأنت تتوسل؟ يقول لك لا لا يا أخي ديلك كان بيدعو في الصنم. ما لا لا صالح برضو. مش انت زولك ده صالح؟ هون حقه هون داك صالح بجد وحقك انت ده ما صالح ذاته. وعارف المعلومة دي. هما اللي بينادوا صالح. بينادوا ود ها؟ وسواع ويغوث ويعوق ونسر. الخمسة ده شنو؟ صالحين جد. أكان قلت ما صالحين كفرت بالله. ها؟ صالحين ديل. أها. ديلك بينادوا صالحين. وبتنادوهم على أي أساس؟ على أساس إنه توسل. فهمت المعلومة دي؟ ده توسل بيقولوا. لأنه قالوا ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. ما بيعبدوهم على ما قالوا ود الله ولا قالوا سواع الله ولا قالوا يغوث ولا يعوق ولا نسر. قالوا ده الله. ما قالوا ده الله. ولا ربنا سبحانه وتعالى قال إنه ديل عبدوا ديل لذاتهم. لا عبدوهم عشان يقربوهم لله. ربنا قال ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شنو؟ شفعاؤنا عند الله قربونا لله. أها يا أخوانا تعرف الناس لو يعرفوا المعلومة دي عقيدتهم تتجهجه. اعرفوا معلومة إنه اللي بيسووا فيه هم الليلة ده ما في فرق بينه وبين اللي بيسووا ناسبوا لها بزمان بس يا هو ذاته. طيب دي فائدة أولى أنا ذكرتها من رغبة أهل الصفاق كويس. الحديث ذاته فيه فوائد كثيرة أنا بس داير لي واحدة ولا اثنين كده حاجة بسيطة. قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. قال وإياكم ومحدثات الأمور. سؤال يا أخوان محدثات الأمور اللي تكلم عنها النبي صلى الله عليه وسلم دي كان حصلت ولا ما حصلت الوقت ذاك؟ حصلت ولا لسه؟ لسه ما جت. أيوة العلماء قالوا هنا في فائدة مهمة إنه أنت بتحذر من الشر حتى لو كان ما في. فمن باب أولى تحذر من الشر يا تو الموجود. لأنه لنا كثير من الدعاة وديل طبعا دعاة باطل. شوف أي داعية ما دايرك تتكلم في التوحيد وما دايرك تحذر من الشر ده داعية بتاع باطل أيا كان. ما تقول له عنده دقن يا مولانا وجلابته قصيرة. شفت لو جلابته قصرت ودقنه طارت لحد ما تلاقينا الاثنين في النص ده ضال برضه. ليه؟ لأنه أساس الدين يا أخوانا أساس الإسلام أن يتعلم الناس الخير وهو التوحيد وأن يحذر الناس من الشر وأعظم الشر الشرك. ده أعظم شيء. طيب لما أنت تجي داعية وما قدرت تشتغل في الموضوع ده زول بيلف وبدور زي ما قال الشيخ قبيل في الخطبة واحد تلقى طالع بلف وبدور وإنه وينبغي والأمة يا زول الأمة مشكلتها معروفة وتقدر تلف وتدور ساي الأمة مشكلتها في قوة بجاي قاعدة. بس احنا جينا ماشيين في واحدة بهيني وفي واحدة بانينا جديدة في البناء في المغابر بهنا قدام كده وفي ثمانية في المغابر تحت المايقوم هناك. انت ماشي على الخرطوم مش ثمانية ولا كم؟ جنبك هنا الطيب كم؟ ثمانية صح؟ في واحدة جديدة شايف بيضربوا فيها ابوه وفين واحدة حقت مرة. شوف دي مشكلة البلد دي. انت لو شايف لك مشكلة ثانية اي مشكلة غير دي دي بعدية بعدية كده حل اول حاجة. يا ناس النبي صلى الله عليه وسلم في مكة 13 سنة بحارب في الموضوع ده 13 سنة. ربنا ما نزل عليه غير التوحيد إلا الصلاة بس 13 سنة الموضوع. حتى لو مشى المدينة برضو الموضوع ده. حتى لمن جاء عند الموت آخر لحظات الحياة للنبي عليه الصلاة والسلام كان شايل له قطعة قطعة خميصة يعني بيغطي باقي وشه كده
بيبلها بالمويه، بيغطي وشه وبيكشفها كويس، بيبلها كده لانه سكرات الموت والسخانه الشديده يخطها في وشه. لما نكشفها بيقول لهم الا ان من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور انبيائهم وصالحيهم مساجد. العلماء قالوا فيه اشاره الحديث ده مهمه جدا، لانه المعابد بتاعت اليهود والنصارى ما اسمها شنو؟ ما اسمها مساجد. خلي بالك، دير اليهود دير، ها معابد كنائس دي اسمها كده. المساجد دي حقت منو؟ حقت المسلمين. عشان كده دي فيها اشاره ليكم انتوا المسلمين، اعملوا حسابكم، في ناس بيتخذوا قبور انبيائهم وصالحيهم شنو؟ مساجد، يعني بيعبدوها او يعبدوا الله عندها او يصلوا عندها كويس؟ يا اخواننا، اذا كان النبي في اخر لحظات حياته بيوصي باغلى ما عنده انه الناس تعمل حسابه وما تتخذ القبور مساجد، ها؟ وقبور منو قال؟ لاحظ صنفين، انبياء وصالحين. هسه نحن الناس نعبده في قبور بتاع الشماشه ساي ولا صالحين ذاته. اذا كان قبور الصالحين النبي قال ما يعبدوها، وقبور الانبياء قال ما يعبدوها، فما بالك بقبور بتاعت ناس لا صالحين لا انبياء. انا مشيت قبل ايام ابو عشر لقيت في قبور ثلاثه راسين بتاعت ثلاثه صينيين، صينيين عادين وما مسلمين. الجماعه بيندهوهم، حتى حفظوني كلام كده بيندهوا بيه، ويا شنو ما تعرف الثلاثه ويا شنو، مهم كلام طويل. بينادوا واحد صيني برضه وقع من الكوبري بتاع حنطوب، شفت لو انت طالع كوبري حنطوب جاي جاي على بحراز، وانت طالع ماشي بغادي على مدني على يدك اليمين في قبه لونها فضي كده بشوفها، دي قبه بتاع الصيني مهندس وقع من فوق كسر رقبته مات في المحل ذاك، سووا له قبه نسواننا من دهن فيه وسا ده ما وغير الجماعه الثانيين تقال ديل فيهم القبه ده الصالحين تقالوا. الواحد حياته كلها بعلم في الناس الشرك، واندهوني ونادوني انا وانا بالحكم في الشدائد ومات، سووا له قبه ودفنوه جوا الجامع، ده صالح هسه؟ ده ما صالح. هذه الكتب بتاعتهم قاعده يا غاندا، قال الطبقات الكبرى للشعراني، الكتاب ده لو قالت لك منه بتقول لي كتبه ابليس، والله تقول لي كتبه ابليس. ده خطر جدا الكتاب ده، قال في كرامات، قال محمد الفرغلي، فرغلي قال ولي صالح، انت لقاك ولي اسمه الفرغلي؟ الصحابه كلهم في واحد اسمه فرغلي ولا التابعين ولا الائمه الاربعه؟ اتخيل الفرغلي قال عنده حلقه قاعد فيها كده بيدرس، قال في الجماعه بتاعينه، بعد شويه قال جمالك متلب من فوق من السماء، شافوه كيف؟ قال ملك تلوب تلب، بعد شويه قال الملك نزل الفرغ اللي طلع فوق كويس، بعد شويه الفرغ اللي جا راجع الملك طلع، شغالين زي ده بيطلع ده بينزل. انت شوف الخرافه تحيرك يا اخواننا، في ملك انت بتشوفه متلب في حلقه الفرغلي؟ انت بتشوف كلام زي ده كم ما كذب شفته؟ بعد ذاك الحيران قاموا سالوا الشيخ، قال له يا اخي طلعت ونزل الملك ده شنو؟ هم سمينه شبح، قال ما هو ما عارف انه ده شنو، ولا ده شنو بالضبط؟ قال لهم ده ملك حصلت منه هفوه مع الله، يعني قال غلط له غلطه مع الله نزلوه تحت الارض. قال جاني انا هنا، قال لهم شاشفع علي يا الله تعالج المشكله دي، قال مشيت لي الله شفعت لي قلت له خليه، وقال خلاه وجراجع. انت بتصدق كلام زي ده؟ هذا هنا هذا انا في الطبعه بتاعتي صفحه 222، ما عارف الطبعه دي كم، بس فتش كرامات الفرغلي قاعده هنا جوا. باقي لك ده ممكن يكون دين هسه دين سماوي، ده ملك بيغلط مع الله، وانت بتقرا القران سوره الممتحنه ربنا قال لا يعصون الله ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون، ما في ملك بيعصي الله، ملك بيعصي الله ده ما في كله، لكن انا ما بعرف الصوفيه جابوا ده من وين. الملك الغلط مع الله وطلع فوق قال الولي صلح المساله دي وجا راجع ثاني. شوف خلاصه الموضوع يا اخواننا، انت عارف انه ده خطر لابد تحذر الناس منه، ده خطر. ما تمشي انت في البيت تلقى امك تقول لك لا انا ماشي الزياره، تقول لا والله خلاص ما تتاخري، ما تتاخر شنو؟
زيارة مش يزور من انت قايل ما يزور لا قبر قبر بتاع زول ميت ولا تقول لك ما شاء الحولية واربعين الشيخ في متأوعة من اربعين الشيخ ده ما ولد ولد اربعين دي بتاع مرة ولدت لكن اربعين بتاع الشيخ انا ما بعرف ده اربعين ليه شيخ ولا تلاتين ما في شيخ عنده اربعين يا ناس ولا حولية ولا ستينية ما في فهمت؟ لو صالح ذاته احنا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم اصلح بشر خلقه الله، نحن ما سمعنا الصحابه سووا له حوليه ولا اربعين ولا ده ولا ده. مات النبي صلى الله عليه وسلم دفنوه في حجره عائشه وقبره عادي ما في ولا طوبه ما بنوها الصحابه، طوبه ما بنوها للنبي صلى الله عليه وسلم. في صحيح البخاري من روايه سفيان التمار قال رايت قبر النبي صلى الله عليه وسلم مسنما، بس تراب مسنم كده. ما في ولا حاجه. طوبه ما بنوها له. أسا يموت عندنا واحد شفت ساي لا دين لا أخلاق لا أي حاجة يموت بانين قبة وأنوار فوق تفتح وتكفل فهمت وعامل له طبلة وستة حيران قاعدين برا والزيارة الناس يجوا بالصف وسراميك وجمرة خبيثة يا ناس في شنو في شنو فهمت كلامي ده ما عنده علاقة مع دين محمد صلى الله عليه وآله وسلم انت لابد تحذر الأمة من الكلام ده فهمت؟ عشان ما تبقى زي ما قال الشيخ قبيل إمام بتاع جمعة وأنت لافي في الهواء والجماعة اللي قاعدين تحت لافين في الهواء كلهم. واحد شايل سبحته قاعد بيحضر لك أنت ماسك سبحته وأنت في الجمعة بتنضم وماسك الورد بتاعه يا دايم يا دايم سلالة مهب ها شقموش ومنو تلقى شغال ماسك سبحة وأنت قاعد بتنضم ده ستة ما ضيعته شغال الإمام عامل فيها الوقت فصيح يعني بيجيب له في خطبة مسجوعة كده والرحمتي والمغفرتي والعزتي شغال بيسجع لك في الكلام والجماعة تحت بعناية خربانة ده لعب عليهم ولا ما لعب وشغال بيسجع عليهم وفي هذه الخطبة العظيمة المباركة الجليلة يا تي بتاع شنو ده عند عقائده بكعبة قول لهم يا ناس نادوا الله وخلوا اللي بيسووا فيه ده انصحهم كلمهم لكن طبعا الأئمة إلا من رحم الله في البلد وفي غيره أئمة المساجد عبارة عن تماسيح دار ياكلوا تمساح فاتح حلقه قدر داك داير بيتكلم مع الجماعة وبيعين في جيبهم داير ينزل من هنا يسلموا الظرف بتاعه ده استلم ظرفه وما يا أخي ما تمشي تشتغل يا أخي عليك الله يضرك أمشي أشتغل زي المسلمين ما شغالين إمام الجامع شحاد والناس العاديين المساكين بيمشوا بيشتغلوا في الخلا شيلوا طورية مين بيشتغل في الخلا زول عادي مسلم بياكل من عرق جبينه زول حر نجيط بياكل من حقه وإمام الجامع عبارة عن شحاد في البلد دي عندنا كثير من الدعاة عبارة عن شحادين الواحد يا ريته لو بيشحد بوش لا لو بيمسك له كورة وبيقعد في باب الجامع بيتكلم بدون توحيد نظيف ما تنادوا الشيخ ولا فقي ولا غيره وادعوا الله وتوجهوا له وبشيل له كوره بيقعد جنب باب الجامع ده برضه كويس لكن المشكله بيشحد بيدينه بيدينه يجي يقول لهم لا انتوا كويسين يا ما في مشكله يا اخي امه محمد ده خير ما في مشكله ها داير يقعد بغاية انت دي حاجه ما في مشكله في مشكله كبيره مشكله كبيره ولابد تتعالج على اي حال النبي صلى الله عليه وسلم قال لك بعدين من يعيش منكم بعدي فسيرى وما في هسه في الوقت ده كان ما فسيرى اختلافا كثيرا قال فعليكم بسنتي دي اخر وصيه انا بختم بها النبي عليه الصلاه والسلام ما قال لنا انتموا لجماعه انتبه لانه جماعات راقده في البلد دي وهسه ممكن يكون انت بتسمع في كلامي ده من قبل ودار تصل لنتيجه واحده الزول ده تابع لمنو بس دار في النهايه دار يقول انا امشي لمنو وما تمشي لاي زول النبي ما قال لك امشي لزول والجماعات اللي في الساحه دي عبارة عن مواعين بتاعت كسرة دار ياكلوا بها الجماعة أي دول جاب لهم قدح بتاع كسرة سمى لك بهنا أخوان مسلمين صوفية داك سماو داك بيسمي لك بهنا أنصار سنة كلها مواعين بتاعت كسرة بس دار ياكل بها الشاي للماعون ده ما في غير كده وأنا لفيت الشغلانة وجربت الحكايات دي فهمتها وعرفنا الحاصل وكتبهم قاعدة كلها مواعين دار ياكلوا بها انت لو دار تاكل زول امشي اكله وعارف اللي بيحل لك مع الله بعدين لو داير دين يدخلك الجنه دين تخش بالجنه النبي صلى الله عليه وسلم قال عليكم بشنو سنه سنه محفوظه الحمد لله موجوده
تتعبد بالسنة. الصلاة كيف؟ من أولها لآخرها بالسنة. الذكر الذكر أذكر كيف؟ من الأول للآخر بالسنة. قاعد كاتبين عليك في كتب صغيرة وجميلة، أقرأ كتاب الأذكار للنووي تلقى قاعد احتمال في أي جامع. كتاب الأذكار أعرف إنه ذكر الصباح، ذكر المساء، ذكر النوم، ذكر تلبس ثوب جديد، ذكر اشتريت بيت جديد، دخلت محل، مركت منه، دخلت الحمام، مركت، كله مكتوب. ما محتاج أنت تخش لك في طريقة عشان تجيب منها ذكر. كويس؟ فدي دي مسألة مهمة يا إخواننا. ما تنتمي لأي جماعة من الجماعات. تعبد الله سبحانه وتعالى زي ما ربنا داري منك. قرآن يهودا موجود. القرآن تتحرف منه حاجة؟ ولا يهود ذاته كتاب الله؟ مش يهود 14 سورة؟ التفاسير مش موجودة؟ تفاسير المسلمين الموثوق بها المعتمد على، ما تقرأ التفاسير البايظة، التفاسير الملخبطة زي تفسير الظلال سيد قطب، وتفسير ما تعرف صفة الصفوة بتاع الصابوني، وتفسير القشيري، وتفسير ما تعرف القرآن العظيم بتاع ابن عربي. أوه لا 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 لا، أقرأ التفاسير المعروفة، تفسير ابن كثير، تفسير صحيح موثوق أجمعت عليه الأمة من بعد ما كتبوا العلامة ابن كثير رحمه الله تعالى، وتفسير موثوق. أقرأ غيره من التفاسير، تفسير البغوي، تفسير الإمام الطبري من أجل التفاسير وقديم، اسمه شيخ المفسرين 310 توفى. أقرأ تفاسير زي دي، أقرأ من المعاصرين تفسير السعدي، تفسير الشوكاني، غيره من التفاسير الطيبة. كويس؟ قرآن موجود، سنة موجودة، تتعبد الله عليه، لا تنتمي لك لجماعة، خليك براك. وتعاون مع إخوانك المستقيمين، يعني مش براك دي معناه أنت من هنا تمرق بالجامع ده تاني ما داير لك أي زول، لا، لابد يكون عندك إخوة في الله سبحانه وتعالى يعينوك على الطاعة، على الاستقامة، تعمل معاهم في مجال الدعوة، تشتغل معاهم، لابد يكون في مجال زي ده، لكن ما في أي شنو تطرف ولا في حزبية ولا غيرها من الأشياء. طيب في طريقة الأسئلة أخوانا ولا كفانا؟ ها؟ قاعدين أشوف الأسئلة أول شيء حسين. طيب السائل بيقول يوجد داعي يطعن في الشيخ المجاهد مزمل الفقيري في قوله والله ما أرى واجبا أوجب من واجبا من الواجبات أوجب من الكلام في الصوفية على الإطلاق، ثم تكلم فيه وقال أوجب الواجبات الدعوة إلى التوحيد ويدل على شنو أو يتكلم عنه ويقول هو جاهل ولم يتعلم عند العلماء، نرجو منكم التوضيح. أنا جاتني رسالة زي دي قبل فترة، مرسلة واحد في الواتساب وقال في شيخ، جابوا له كلمة شيخ مزمل دي انه يقول لا ارى واجب اعظم من الكلام في الصوفيه، وقام قال ده جاهل وده جهل والكلام بتاعه ده كلام باطل، مين كلام طويل جدا. اول حاجه يا اخواننا انا بنقم على السائل اللي قدم السؤال ده، اول شيء قبال الشيخ ذاته، السائل اللي قدم له السؤال قدم كلام مبتور واخرج الكلام عن السياق الصحيح لهذا الكلام. أنا ما أعرف إنه الشيخ كان يتكلم عن شيخ مزمل، يعني كان يتكلم عن سياق في سياق ما يجب على الدعاة في البلد دي. ومعلوم إحنا يا إخواننا عندنا أعظم مرض وأسوأ ما ينتشر الآن في البلد دي الشرك بالله سبحانه وتعالى، ده الآن المنتشر وده البلاء والوباء. طيب والشيخ ده تتبناه الطرق الصوفية، وعندنا كثير من الدعاة هربوا من واقع الدعوة إلى التوحيد والتحذير من الشرك. فكان مزمل بيتكلم عن الدعاة اللي هربوا من الباب ده، ففي الداعية وأوجب ما يجب على الداعية إنه يحارب الصوفية ويتكلم فيهم ويرد عليهم. كويس؟ جده قال ده كلام باطل، باطل كيف يعني؟ قال الواجب عليه أوجب الواجبات التوحيد، وطيب ده شنو؟ هو ده شنو ذاته؟ بيرد على الصوفية في شنو يعني؟ هم عملوا شنو الصوفية ذاته؟ خالفوا ماذا؟ خالفوا التوحيد، نشروا ماذا؟ نشروا الشرك. إذن الكلام عنهم هو كلام عن التوحيد،
هو كلام عن التوحيد، وهو تحقيق لأعظم واجب فرض الله سبحانه وتعالى على العباد، ألا وهو ماذا؟ التوحيد. فليكن أول ما تدعوهم إليه شنو؟ إلى أن يوحدوا الله. طيب إذا كان زول واقع في الشرك وأنا حذرته من الشرك، ها كده أنا دعيته للتوحيد ولا ما دعيته؟ إذا كان في داعية بيدعو للشرك وأنا رديت على الأباطيل بتاعته، دي دعوة للتوحيد ولا لا؟ هي الدعوة للتوحيد. فأول حاجة دي عبارة عن خيانة من ناقل السؤال، أول حاجة خيانة من ناقل السؤال وتعجل من المجيب. الشيخ ده ذاته الجواب الإجابة دي هو متعجل في ذات نفسه، ومفترض يعرف سياق الكلام ده ويعرف لماذا قيل هذا الكلام. وزد على ذلك فيه تحامل واضح، فيه تحامل واضح جدا، لأنه انت زول زي ما هو بيقول يعني ده سؤال يعني كأنه ما عارفه، انت زول ما عارفه بتتكلم عنه مالك؟ انت ما عارف عنه حاجة تقول له والواجب أولا على العبادة التوحيد. انت عارف مزمل ده بيدعو لشنو؟ عارف دعوته شنو؟ بس جاي صوالة تنتقد قال وهذا جاهل ولم يجلس العلماء. هذا جاهل، جاهل كيف يعني؟ وتعرف الجهل شنو؟ وانت بتعرف عنه شنو عشان تقول انه جاهل؟ ده يا اخوانا من الحكم بالباطل، من الحكم على الناس بالباطل. شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله تعالى لما تكلم في كتابي منهاج السنه النبويه قال والكلام في الناس يجب ان يكون بعلم وعدل لا بظلم وجور، قال لا بظلم وجهل. فالرجل ده تكلم اولا بجهل وبظلم، جهل وظلم الاثنين. فكونك تصف زول بانه جاهل وانت ما تعرف عنه شيء، وزد على ذلك كونك انت ما تتحرى عن الكلام، ما تتحرى عن الكلام ولا تتبين ولا تستوثق من الكلام، ده مما يدل على الظلم. ده ظلم واضح وده جور. ونحن ما شان شيخ مزمل واخونا وقاعد وحاضر كلامنا وما در نقسم ظهره في الكلام ده، لكن هذا المتكلم اللي اسمه اظن الزنتاني ولا منه، الرساله ده انا جاتني منه، ومن هو حتى يتكلم بهذه الصوره ويتبجح ويظلم ويجور؟ جهل وظلم، وده كله بسبب دفاعه عن صديقه في السودان. دار يدافع عليه عن واحد صاحبه هنا في السودان يتجرع على الناس ويظلم. قل له انت يا زنتاني تعال البلد دي، انت عشان تعرف الدعوه وتعرف الشغل الشغال وتعرف دعوه التوحيد، انت تعال البلد دي هنا وشوف الباطل الان اللي بيواجهوه الاخوه هنا من اخواننا السلفيين، والشرك والضلال ودعاة المنكر ودعاة البدع اللي بيواجهوهم، انت قاعد تواجه زي ده ولا انت قاعد تدعو دعوه زي دي؟ بلاش تغول، بلاش كلام فارغ واحكام باطله، ولا تدقيق في المعلومات اللي بينقلوها ويقولوها ذاتها. ده عباره عن هوى بس، عباره عن هوى ده. نعم. طيب طيب سؤالك جميل جدا، انا اختصر لك في جملتين بسيطتين ان شاء الله. اما الدعاة بتاعنا الصوفية اللي أوتوا جدل وعندهم شبهات في المواضيع بتاعتهم دي، التعامل معاهم يكون بالحذر التام، تبعد منهم، ما تستمع لمقالاتهم، ما تقرأ كتبهم، ما تمشي تقول أنا داير أجلس معاهم وأناقشهم شان أستخرج منهم وأرد عليهم وكذا. لا، الدليل على الكلام ده العلماء قالوا حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما تكلم عن الدجال قال من سمع به فلينأ عنه. الدجال ده خطير، عنده شبهات، قال إذا سمع به ينأ عنه، يبتعد يعني. قال فإن الرجل ليأتيه ويحسب أنه مؤمن، قال فيتبعه لكثرة ما يلقي من الشبهات. الدجال مكتوب على كافر، في ناس بيتابعوه ليه؟ لأنه بيديهم شبهات، بيضللهم،
لذلك العلماء أخذوا منه كما قال ابن عثيمين وقال الشيخ سليمان الرحيلي حفظه الله تبارك وتعالى ومجموعة من أهل العلم، قالوا في الحديث ذا دلالة، ابن القيم قبالهم في الحديث ذا دلالة على إنه صاحب الشبهات والضلالات تبعد منه، ما تمشي تناقش وتوقع نفسك في الشبكة بتاعته. طيب اثنان، المجموعة من الصوفية اللي هم دراويش وتبع للجماعة بتاعنهم ماسكين عقائدهم دي تبع لهم ساي ما جايبين خبر. الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى يقول هؤلاء الأولى وصلهم وتبين الحق إليهم، يعني دول مسكين ساي ولا في حواليه بيجاي لف عنبته ومشى، ها والحجبات والبخرات ناس مساكين ساي، يلا ده محل دعوتك انت ذاته، ده تبعد منه ده تقرب منه وتحسن له وتوضح له وتشرح له وتبين له تمام وتنقد له الاباطيل بتاعت الجماعه دي، توضح له كل حاجه بالادله من الكتاب والسنه، ولو احسنت له في المعامله افضل احسن له، لانه لمن يرى فيك انت صاحب السنه يرى فيك الخير، يرى فيك انك بتقيف معاه في المشاكل والمصائب اللي بتقع عليه و و و وفي الحوائج تبتقيف معاه وكده، فده بيكون ألين لقلبه إنه يلين للسنة ويعرف الخير، فده تقدم للخير في الطبق أو في بالعبارة أجمل ما يكون، تقدم له توصل له الحق وكده. بخلاف شنو؟ بخلاف صاحب الشبهات وزي ما أنت قلت صاحب الجدل، ده تبعد منه تماما وتنهى عنه. نعم الله يبارك. سؤال ثاني شيخ مزمل تفضل. يا اخواننا الحاكم اذا منعك، العلماء قالوا المنع ده الا ان يكون منعا من الصلاه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا ما اقاموا فيكم الصلاه. الحاكم اذا منع الصلاه مش منع الصلاه يعني قفل له جامع معين قال الناس ما يصلوا في الجامع ده وكذا، لا لا، منع الصلاه يعني منع تماما، يقول ثاني ما فضل يصلي والبيصلي بيدخل السجن. اذا منع الصلاه قالوا بعد ذا جاز الخروج عليه. أما قالوا لو منع الدعوة بمعنى إنه منع الدين تماما، ما داير دين إسلامي تاني يتقال لا خطبة جمعة لا داير مدرس يدرس في الطلبة دين إسلام أي شيء ما دايره، كويس؟ منع الدين ده برضو يدخل في الحديث، يدخل في الحديث لأنه ده منع الدين تماما، كويس؟ أما لو منع شخصا معينا او داعية معينا منعه من الكلام، العلماء قالوا يمتنع وما يوجب الخروج عليه، لانه زمان الامام احمد منعوه من التحديث حديث كمان، وده علم الامام احمد مش كمان علم زي علم ناسنا الليله، علم الامام احمد منعوا وحبسوا. الامام احمد ما حرض الناس على الخروج، ما حرضهم لأنه ده منع لداعية معين، قد يعتبر الحاكم إنه في منعه تهدئة لفتنة أو في منعه مصلحة، أو قد يكون الحاكم مخطئا في منع الداعية المعين، لكن ده ما يوجب الخروج عليه. عشان كده الشيخ ابن عثيمين قال لو منعني الحاكم لم تنعته، قال لو منعني لم تنعته، وده ما معنى الفعل ده صح غلط، ولا يجوز أن يمنع الإنسان أو الدعاة وخاصة دعاة الحق أو الصحيح دعاة الحق، ما يجوز أن يمنع من المنابر أبدا، لكن مع هذا لو حاكم من الحكام منع الداعية الفلاني أو منع مجموعة من الدعاة من الكلام أو كذا، ده ما يوجب يا أخواننا الخروج عليه، وده يعتبر من الظلم ومن الجور، لكن الجور والظلم ما يوجب الخروج على الحاكم، لأنه في ذلك مخالفة لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه مفسدة كبيرة جدا، فيه مفسدة كبيرة. طيب الأسائل بيقول في انه في احاديث بتشير الى انه الدنيا ترجع تاني الى العهد القديم، عهد البداوة والحياة البدوية والحياة القديمة، ناس تحارب بالسيوف وتركب الحمير والاشياء دي، انه الدنيا حترجع يوم من الايام لهذا المعنى يعني. المهم الحديث اللي اشار له الاخ ده انا ما اعرفه والله،
ما عندي عنها معلومة من حيث صحة الأحاديث ولا من حيث المعنى بتاعه. لو الشيخ مزمل عنده معلومة عنها يورينا. نعم خلاص يا أخوانا ولا لسه؟ أنا ما فطرت. أقوله في عندكم سؤال؟ قوله. يا اخواننا مسألة الهجر عند احكام تفصيلية دقيقة ومهمة. العلماء قالوا الهجر نوعان. النوع الاول هجر لصاحب البدعة الداعية للبدعة وصاحب المنكر والناشر له. هذا النوع من انواع الهجر ده هجر واجب، يعني ان تهجر رؤوس البدع والضلال، ناس المضلين والفجرة والناس الحرفوا الشرع ورؤوس الضلال، قالوا هجرهم واجب، ده متعين على اي شخص. يعني انت الليله داعيه كبير بتاع ضلال لابد تهجره، تبعد عنه لانه يضرك في دينك، ده ما فيه نقاش، ده منتهي، نقل عليه الاجماع الامام البغوي وغيره من اهل العلم بالاجماع. النوع الثاني من انواع الهجر هجر الانسان صاحب خطا او معصيه او صاحب بدعه، لكن هذا هو ما داعي للبدعة، وفي نفس الوقت قد يستفيد من وصلك له وقد ما يستفيد. في الحالة دي العلماء قالوا هذا يقدر الوضع بتاعه، ده يقدر تقديرا. لو كانت المصلحة في انك تبتعد منه فانت ابتعد، ولو كانت المصلحة في انك تقرب منه وتدعوه وتبين له ففي الحالة دي الأفضل زي ما قال الشيخ ابن عثيمين الأفضل الوصل ما الهجر، حتى ولو كان فيه بدعة، بخلاف داعية البدعة وراس البدعة ده أكبره. لكن إنسان وقع في خطأ أو وقع في بدعة أو معصية من المعاصي، في الحالة دي أنت لو بتأنس من نفسك أنه بتبين له وتوضح له وبيستفيد منك، لأنه في ناس كتار يا أخواننا كانوا على الضلال وربنا هداهم بصحبانهم صحبان الخير. لكن كمان لو انت تيقنت انه بيحصل العكس، انت بتقعد معه عشان يبدرك، بتاع حفلات بيوديك الحفله، بتاع معاصي بيوديك المعصيه بتاعته، كويس؟ زول مثلا بيحب يمشي يرقص في النوبه، هو ما عنده العقائد الباطله دي ولا داعي، لكن بس بيحب يمشي يرقص في النوبه، انت دار تدعوه تبين له كده، لكن حاسس انه زول الله قد يسوقني معه وذاته ابعد. وده بسموه الهجر الوقائي. الهجر الوقائي، توقي نفسك من الشر من الباطل، تبعد تبعد رقبتك، تمام؟ بعد ذاك في هجر زجر وتأديب. زول بيعمل له حاجة ما كبيرة هي لكن بيتأدبه، ده يستخدم بتين يا اخواننا. العلماء قالوا هذا يستخدم في من يؤثر هجره. انت مثلا الأخ الكبير في البيت وعندك أخوك الصغير بيمشي الحفلة أو لقيته في النوم مع الصوفية، تقول له أي والله تاني أشوفك هناك ما أتكلم معك، كويس؟ رغم أنه مثلا ما زالت الحفلة دي ما مازالت بتستوجب أنه تهجر أخوك فيها، لكن أنت مقامك في البيت مقام الرجل الكبير أو الأخ الكبير، وأنت أخوك ده بيتأثر شديد لأنه بحبك وبعظمك. أول ما قال قلت له الكلام ده يقول لك والله خلاص يا خالد ما دام انت بتزعل مني وكده انا تاني ما بعمل الحاجه دي، فده هجري نافع مفيد. لكن انت زول طيب تقول له شوف والله انا اسمعك تقول الكلام ده تاني والله تاني ما اسلم عليك، يقول لك تكون ريحتنا ذاته يا اخي خلينا اتفك منك، ده ما هجري فيه فايده، فهمت؟ ده ما فيه فايده. يعني هسه لما تجي لجدك تقول له والله انا اهجرك، ده ما طبعا عندهم غباء، الشله اللي انت تكلمت عنها دي عندهم غباء في فهمهم. الواحد فيهم بس تلقى صار يقدمه والله انا اهجرك، ما تهجرني وانا ضاربك شنو انت؟ هو بتخيل انه اي هجر يفيد، ما اي هجر يفيد. يعني زي جدك الكبير ده يا اخي زول جدك ومقام والدك، ده والدك تقول والله انا اهجرك، اهجرك في شنو؟
وضح له ما زال نشأ عليه عمره 60-70 سنة مما قام بيقول الله في كل مكان، الله في كل مكان، الله في كل مكان. نشأ العقيدة دي بقت عقيدة رابطة قوي عنده. انت بتزلزل له شوية شوية، كل مرة تجيب له حجة، كل مرة إذا تونس معاه كده في الغداء تقول له عليك الله كده بعد الغداء ادعو لي معاك يا جدي يا أخي، ارفع يديه يا الله توفق ولدي ده. تقول له يا جدي انت رافع يدك ليه؟ ليه رافع يدك؟ في شنو يعني؟ هو براهو بتصلي له انه الله في السماء يا اخي، عشان كده انت رفعت يدك لفوق. تجيب له توصله، لكن شنو النوع الصار يقدمه ده؟ انا هجرتك. ما هاجره يعني هجرته يعني حيجي يقول لك لا والله يا ولدي تعلي هجرته فوت. ده ما قام الوالد، والوالد انت ما بتجره ليك، ما بتزله انت والدك، ما بتنزله تكسره، انت بتتقرب له وبتحسسه في النهايه انه الكبير. حتى لو انت عندك علم تحسسه انه هو العالم وانه هو الكبير وانه هو الافضل، حتى لو انت عندك علم، لانه مقام الوالد ما ممكن ينزل له ولده. انت لو عمرك بالاسبه وصل 40 سنة ابوك بيكون شايفك انت شايف ازاي يا اخي، انت ودبتين وذاته، انت اول ما يزني مكان بوديه وطهرناك يوم ذاك هنا، فهمت شو شايفك؟ عشان كده دائما التعامل مع الوالد يا اخواننا بيحتاج لفهم. فده ده يدل على غباء وغباء درسوهم ذاته. قلنا الواحد علمه معلومتين بس، غلط اهجره. انت لو قعدت تشتغل لي بسياسه الهجر دي ساي كده، والله الشعب السوداني ده الا انت ومرتك بس ثاني. والله ومرتك ذاتها يوم بتقوم عليك بتقلبها معاك، والله ثاني الا انت بس شفتها تبقى براك وتربط لك حياه زي بتاعت الحصان دي بهنا وبهنا. عشان ما بدل تشوفه ده قدامي في الشارع ده براك كده. يا اخي ما اقول يا اخي، وانت داعيه انت بتنفع الناس، شنو دار تهجر الواطه كلها؟ شفتها؟ انت داعيه دار تنفع الامه دي، والدعاة كم ذاته؟ هو انو ما الدعاة؟ البلد دي فيها كم داعي هسه؟ وشوية وشوية دي نصهم فروا مشوا الاخوان المسلمين. الشوية بعد انت دار تيجي كلهم كل شو اللي انت قلتها دي كلهم 8 انفار اظنهم. وال8 انفار دي اللي يقول لك انا هجرتك. يا اخي تهجرني في شنو يا اخي؟ ادعوني انا وريني بين لي ووضح لي وكذا واصبر على الامه دي. النبي صلى الله عليه وسلم قال الذي يخالط الناس ويصبر على اذاهم خير من منو؟ من الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على اذاهم. خالطهم واصبر عليهم الليله ادعوهم وبكره وبعد بكره وكذا لحد ما ربنا يجعل الخير على يدك يعني. السؤال الثاني هو قال السلفية قال ما جاهزين للجهاد. طيب كده السؤال الأول، السؤال الأول لأنه جاب لي استدلال غريب جدا. قال يجوز الكلام عن الحكام، طبعا ده ممنوع يا إخواننا كلام عن الحاكم، إن كان من باب النصيحة ولا من باب إثارة الناس عليه ما بجوز. النبي صلى الله عليه وسلم قال من كانت له النصيحة لذي سلطان فلا يكلمه علانية. يعني ما الحاكم ما زي الناس الثانيين. شوف الامه دي كلها عالم ما عالم جاهل، ممكن تنصحه فيما بينك وبينه، ممكن تنصحه في المنبر فوق، ممكن تكتب عنه في الجريده، اي زول بس العلماء قالوا الا الحاكم. استثناه النبي صلى الله عليه وسلم لانه عنده هيبه. الحاكم النبي صلى الله عليه وسلم استثناه لانه في الكلام عنه بيفتح باب الفوضى، ولو اتفتح باب الفوضى انت حتخسر دينك ودنياك. شوف البلد دي الآن لو اتفتح باب الفوضى ما في شرطة بتحميك، ما في أمن بيحميك، ما في زول بياخذ لك حقك، ما في قضاء. انفرط الأمر أنت حتأمن على أولادك؟ ما حتأمن على زوجتك؟ خلاص أي شيء حيضيع. الدين ذاته حيضيع. ليه؟ لأنه الدين ذاته دار أمان. أصل إحنا لو ما آمنين في المكان ده، لو ما آمنين واللي عنده عربية موقفة برا واللي عنده ركشة موقفة وآمن كويس؟ واولادك في البيت ما خايف عليهم، انت بتقعد تتعلم الدين في الجامع ما خايف، لو ما في امان دين زاده ما حيكون فيه. عشان كده الكلام عن الحاكم خطر. النبي صلى الله عليه وسلم قال فلا يكلمه علانيه، قال ولياخذ بيده. ده كنايه عنك انت بتقرب منه، ده لما تاخذ بيده معناها قربت منه. يكلمه بينه وبينه، ينصحه، ينفع بالنصيحه كده. طيب الدليل اللي جابه الزول ده قال لها النبي صلى الله عليه وسلم قال وشرار أمرائكم من تلعنونهم ويلعنونكم. الكلام ده ما بيدل على إنه تمشي تلعن الحاكم بتاعك،
إنما هذا من باب ما يفعله الناس، كقول النبي صلى الله عليه وسلم: تنكح المرأة لأربعين، تنكح لأربعين، لمالها وجمالها وحسبها ونسبها. قال فاظفر بشنو؟ هل النبي صلى الله عليه وسلم قال لك امشي اتزوج المرأة لجمالها ولا لمالها؟ قال لك اتزوجها ذات الدين، صح؟ نفس الحديث ده، قال تلعنوا، ده شو اللي بيعملوا الناس يعني؟ شو اللي بيعملوا؟ تلعنونهم ويلعنونكم، وخيار أمرائكم من تصلون عليهم ويصلون عليكم. فده الشيء اللي بيعملوا الناس، مش الأمر به النبي صلى الله عليه وسلم، إنما الأمر به. قالوا: فما تأمرنا يا رسول الله؟ قال: أدوهم الحق الذي عليكم واسألوا الله الذي لكم. ده اللي دايره مننا النبي صلى الله عليه وسلم، إنه شنو؟ إنه إحنا حقنا عند الحاكم بندعو الله له بالصلاح وبالخير، وبنسأل ربنا سبحانه وتعالى الدين حقنا. ده معنى الحديث، لكن ما معناه تمشي تلعن الحكومة. هو تلعنه، هو اللعن ما بجوز ذاته للكافر، ما بجوز اللعن، ما بجوز يا أخوانا. لكن النبي صلى الله عليه وسلم بيحكي لك في الشيء اللي بيعملوه الناس. النبي يقول لك العن، ها؟ ما بجوز تلعن فلان، تلعن فلان، ما بجوز، حتى لو ما حاكم ذاته، حتى لو كافر ذاته، إلا من مات على الكفر. اللعن ده إلا من مات على الكفر، وده الراجح من قولي أهل العلم، إنه إلا من مات على الكفر ده اللي بيلعن. نعم، أيوة. طيب، ده آخر سؤال نختم به. قال: السلفيين ما جاهزين للجهاد لأنه ما عندهم معسكرات بيدربوا فيها الشباب بتاعنهم وجيوش وكذا. ده طبعا من الفوضى، هذا من الفوضى، وليس من أمر العلماء ولا الدعاة أن يعدوا الجيوش ويجهزوا معدات الحرب. هذا من الأحكام السلطانية. قول لهم شي، أقرأ كتاب السياسة الشرعية لابن تيمية، طرق الحكمية لابن القيم، وكتاب السياسة للماوردي، بتلقى إنه من خصائص الحاكم، ده من مهمات الحاكم، إنه يدرب الجيوش ويعدها ويجهزها. ده ما من خصائص الدعاة، يعني ما أي داعي يمشي يعمل له خلية بتاعت مجاهدين يدربوا جكدي لله، لا 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 لا، دي ما من خصائصك أنت. ليه؟ لأنه دي بتفتح باب للفوضى. أسأل عني، أنت لو قلت لي السلفيين دايرين يعملون جيش، السلفيين يعملوا جيش وتدريبات وكلية حربية، الصوفية بيناك عملوا الكلية الصوفية، فهمت؟ بيناك الأخوان المسلمين عملوا لك الكلية الجهادية، ودين عملوا لك، أنت عارف بعد شوية بيختلفوا صوفي مع أنصار سنة مع سلفي مع تكفيري بهناك، الشكلوا والله البلد دي ما يخلوا فيها جدادة. فوضى، دي فوضى. عشان كده ما من حق العامة من الناس، ولا الدعاة ولا أهل العلم، ما من حقهم إنه يدخلوا في الباب ده، ده باب خاص بالحاكم. الجهاد من مهمات الحاكم. ليه؟ الدليل شنو؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال: الإمام جنة يتقى به ويقاتل من ورائه. القتال من وراء الحاكم، وإذا كان القتال من وراء الحاكم، تجهيز الجيوش من مهمات الحاكم، ما من مهمات عامة الناس، ولا مسؤول عنا عامة الناس، إنما المسؤول عنا الحكومة، هي المسؤولة عنا. لكن التكفيرين ما بيشتغلوا خلف الحكومة. ليه؟ السلام، ما بكون في جهاد، جهاد شرع عندنا في البلد دي، زي الجهاد اللي قبل شوية كان فيها كبكر شولة وكان وين، ده جهاد مع متمردين نزار يحتلوا البلد ويسبوا النساء ويأخذوا الأموال، جهاد شرعي وجاهدوا، وفي ناس نحسبهم ربنا يتقبلهم شهداء، كويس؟ السرورية ليه ما بيمشوا ده؟ ده سؤال قد وجهوا لأي واحد منهم. تكفيرين، السرورية الآن ناس داعش، تنظيم القاعدة، أسامة بن لادن والمجموعات دي، ليه ما بيمشوا ده؟ ده جهاد شرعي خلف الحاكم، دائرة شهادة أنت؟ يقول لك لا بد من الشهادة، وإنا لنرجو الشهادة. ترجوها؟ أيوة، أمشي أبكر شولة، أمشي هناك محل الجهاد الآن مدور، فهمت؟ ما بيمشوا، داري جاهدوا منه، داري يقاتلوا الحاكم ده،
لأنه أصلاً الجهاد عندهم عبارة عن خروج على الحاكم، لأنه داربقوا هم الحكام. إذن ده ما جهاد شرعي. جهاد شرعي من جاهد لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. ده الجهاد الشرعي اللي بيكون خلف الحاكم. أما الفوضى اللي بيعملها الجماعة دي، ده عبارة عن شغل بتاع تسلط على منبر أو على تسلط على كرسي السلطة، وده لا علاقة له مع منهج النبي صلى الله عليه وسلم، ولا مع دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، ولا دعوة الصحابة. عشان كده جهادنا ما رفع راية الإسلام يوم واحد. تفجيرات أسامة بن لادن اللي عمل 11 سبتمبر في برج التجارة في أمريكا، تفجيرات في الرياض، تفجيرات بيعملوها وين؟ استفاد الإسلام منها شنو؟ شنو؟ ما استفاد الإسلام منها حاجة، لأنه ده ما جهاد. ده ما جهاد شرعي. بخلاف الجهاد اللي كان الآن عندنا في بلدنا دي وغيره، الجهاد اللي كان ضد الحوثيين، السعودية قادته عاصفة الحزم وشنو والحروبات اللي قامت، جهاد شرعي ربنا كسر به راية أهل الضلال وعذبه المسلمين ونفع به الإسلام كده. فده ده المفهوم يعني كده. أخوات خلاص، جزاكم الله خير. وصية القحطاني. بالله قولوا كلما أنشدتم رحم الإله صداك يا قحطاني.